أهلا بيكم، أنا أشرف علام ودي قناة المخبر العقاري. أهلا بيكم، النهاردة هنشوف الأسئلة اللي هنسألها للشاري، وزي ما قلت الشاري أو المستأجر، واللي قلناه عن البايع ممكن يكون للبايع أو المؤجر. ده اسمه تأهيل العميل، تأهيل العملاء، ده اسمه تأهيل العملاء. كواليفاين اسمه كده، كواليفاين يعني ان انت تأهل العميل، تشوف العميل ده يصلح ولا ما يصلحش. هنبتدي على طول. اول سؤال، لو حد كلمك على انه عايز يشتري، فاول سؤال هيكون ايه؟ ناوي تشتري امتى؟ ولازم تفهم برضو العميل انك هتسأله، تقول له بعد اذنك سواء في البيع او الشراء. انا هسأل حضرتك شوية اسئلة، يا ريت بس يعني تجاوبني عليها عشان دي هتساعدني كتير في ان انا اشوف اصلح حاجة مناسبة لحضرتك. في اي مواصفات معينة حضرتك بتدور عليها في العقار اللي عايز تشتريه؟ يقول لك زي ما يكون بقى، عايز حاجة معينة، عايز أوضة شغالة، عايز بلكونة، لا مش عايز بلكونة، عايز كلها ازاز، وزي ما يكون هو عايز الفيو بقى، الحاجات دي كلها. هتسأله طبعا حضرتك بتشتري كاش ولا بتشتري برهن عقاري؟ ده برضه من الأسئلة المهمة. هتعرف موقفه المالي ايه؟ لا بشتري كاش او بشتري بقرض. طيب بشتري بقرض، حضرتك خدت قرض؟ لا لسه ما خدتش. يبقى تمام، يبقى انت هتعرض عليه القرض، حاجه مهمه جدا، وقلنا قبل كده كذا مره لازم يكون عندك من البنوك كلها معاك، او شركات الوساطه بتاعه الرهون العقاريه مع البنوك. المهم انك تسهل له الموضوع، تقول له تمام انا هخلي حد يكلم حضرتك في موضوع القروض ده، عندنا ناس شغالين معاها من بنك كذا او من شركه كذا، وبيسهله وبيعمله، تقول له التفاصيل وتخلي حد يكلمه ويتابع ده لو هياخد قرض. قال لك لا انا ماشي في قرض، انا خدت خلاص بري ابروفل، خدت موافقه مبدئيه، او انا ماشي مع حد هشوف بس لو ما كانش هرجع لك. خلاص، المهم انك تعرف موقفه عشان كمان تعرف العقار ده ينفع له ولا لا، لان ممكن العقار زي ما قلنا صاحبه يكون مش عايز يبيعه لواحد برهن عقاري، فتقول له لا صاحب العقار ده مش عايز يبيع برهن عقاري، عندي عقار تاني لحضرتك صاحبه موافق، وتعرض عليه. في اي مواصفات كمان عايزها في الحي في المنطقه، مش بس في العقار، في حاجات معينه عايزها في الحي او في المبنى نفسه، وقال لك على العقار على الشقه، مواصفات كذا كذا انا عايزها في الشقه. طب البنايه نفسها عايز يكون فيها مثلا حمام سباحه، ملعب اطفال، ولا الموضوع ده ما يهمكش، ما يفرقش معاك؟ يفرق او ما يفرقش بقى زي ما يقول لك. طب الحي ايه؟ المنطقه اللي عايزها يكون فيها ايه؟ عايز فيها حاجات معينه، في طلبات معينه، ما تكونش بعيده عن كذا، لا تكون قريبه من كذا، اعرف برضو كل تفاصيل هو عايز. هل ده اول عقار حضرتك بتشتريه؟ اول عقار او لا؟ اول عقار برضو زي ما قلنا مع البايع، اول عقار يبقى انا لازم عندي الفرصه اظهر احترافيتي واقول له كل الاجراءات وابعتها له، اساله ابعتها لك، ابعتها لك، تبعتها لي، وطبعا هيبقى مبسوط جدا، وتقول له التفاصيل والتكلفه، اوعى تنسى التكلفه. طب لو حضرتك افتراض ان احنا لقينا شقه مناسبه خلال اليومين اللي جايين دول، هل حضرتك جاهز تخلص فيها على طول؟ تخلص اجراءات الشراء دي على طول، فلوس جاهزه ولا لسه في فلوس مش جاهزه كلها؟ هيقول لك لا والله الفلوس جاهزه، انا مستني مبلغ جاي لي الاسبوع الجاي. فتبقى عارف انت برضو بتشتغل معاه ازاي، فلوسه كلها مش جاهزه، يبقى يعني لو حاجه ظهرت على طول مش هتقدر تخلص على طول، هتحط ديبوزيت وتحطه حد معين لغايه الشيك الثاني، لغايه بقيه الفلوس ما تدفع. تبقى فاهم الموقف. ايه العامل اللي يخلي حضرتك تاخد قرار سريع في شراء العقار؟ ايه اهم عامل يخلي حضرتك تاخد قرار سريع ومرتاح لانك تشتري؟ الموقع، المبلغ، السعر، يعني العقار من جوه، المنطقه، ايه اهم عامل عند حضرتك؟ ونعرف في اي حاجز بينك وبين موضوع الشراء، اذا كان مادي او اذا كان اي حاجه اجتماعي، هل في اي حاجه تعوق عمليه الشراء دي؟ هل في اي حاجه عند حضرتك كظروف يعني توقفك عن الشراء، ولا كل الظروف متاحه وقت ما نلاقي حاجه نقدر نخلص بسرعه؟ لا الظروف كلها تمام. في خط يعني زمني معين عايز تنهي فيه الاجراءات دي او تنهي فيه موضوع الشراء ده؟ شهرين ثلاثه؟ انا عايز قبل ما انقل من الشقه اللي انا فيها اكون لقيت حاجه، لان انا شقتي هتخلص بعد 3 شهور، فانا لازم خلال 3 شهور اكون لقيت حاجه. تمام، انت عرفت الخط الزمني. طيب هل حضرتك عايز عقار جاهز ما تصرفش عليه اي حاجه، ولا ممكن
نجيب عقار، نشوف عقار يبقى سعره اقل شويه من السوق بس هيبقى محتاج شويه تطوير. هل حضرتك يعني عندك قدره انك تدفع او عندك وقت انك ان في ناس مبقاش عندها الدماغ يعني ان هو يقعد ويجدد ومش عارف ويوجع دماغه في الحاجات دي، عايز حاجه جاهزه على طول. فيقول لك لا مش مشكله، انا لو هي هتبقى رخيصه اه يعني لو سعر مليون مثلا واخدها ب 800 واصرف عليها مثلا 100 يبقى كويس. فبرضه نعرف هو استعداده ايه في الموضوع ده. طيب هل حضرتك القرار يعني 100% بتاع حضرتك؟ هل حضرتك انت اللي عايز تشتري يعني انت شخصيا، ولا بتتكلم لحد مثلا لزميل حضرتك او لحد من القرايب او حاجه كده؟ لا انا بشتري لنفسي، انا كل حاجه لنفسي. في ايه تاني بس حضرتك قوله لي، لو في اي حاجه مهمه محتاج تقولها لي يا ريت اعرفها. يعني قول لي حاجه كده، لو في اي حاجه حضرتك انت شايف انها مهمه تحب تقولها لي يا ريت تقولها لي. وبرده كمان اعرف المواعيد المناسبه لحضرتك، اكتر مواعيد عشان اوقات المشاهده، اكتر مواعيد مناسبه لاوقات المشاهده. ايه اكتر مواعيد مناسبه لحضرتك؟ تعرف منه برده مواعيد ايه، وتعرف منه اذا كان في حاجه مهمه عايز يقولها لك. يبقى انت كده ايه غطيت الاسئله المهمه اللي لازم تسالها علشان تطلع في الاخر بالصوره الكامله عن كل التفاصيل وعن الشخص ده او عن امكانيه اتخاذه للقرار ده باسرع ما يمكن، لان انت اللي يهمك انك تبيع البيعه باسرع ما يمكن. فانت لازم تعرف كل صغيره وكبيره. حاجه مهمه ثانيه يعني لازم تاخد بالك منها خصوصا مع الشاري، لما الشاري يحاول يعرف تفاصيل كتير قوي عن العقار ما تديلوش، ما تساعدوش في انه يعرف كل تفصيله صغيره وكبيره عن العقار من خلال التليفون. لازم تخليه يروح، نسبه كبيره جدا ممكن يكون في حاجه مش عاجباه لو سمعها في التليفون مش هيروح يبص على العقار، لكن لو راح وعجبه العقار ولقى حاجة مش عاجباه قوي ممكن يتنازل عنها في سبيل ان العقار كمجمل حلو، وممكن يتنازل عنها، ممكن تكون العقار كله حلو بس في حاجة وحشة في البناية مثلا يعني، او العكس، ممكن تبقى الشقة نفسها مش هو مقتنع بيها قوي بس المبنى اللي فيها البناية مقتنع بالمبنى جدا، والشياكة والمداخل والحمامات السباحة والحاجات دي كلها خلاص يعني دخلت دماغه، فممكن يتنازل عن اي حاجة مش قوي، حجم الشقة مثلا، حجم الدواليب، التشطيب، ممكن يتنازل عن الحاجات دي. لكن لو انت قلت له كل التفاصيل في التليفون وارد جدا ان هو ما يرضاش يروح يبص، ولا حتى في الاعلان يعني، ولا في اعلاناتك تحط كل التفاصيل. هنتكلم عن الموضوع ده بعد كده بالتفصيل في فيديو. لكن عموما مع الشاري لما يحاول يسألك كتير حاول تتهرب من الاسئلة على قد ما تقدر، وتقول له ايه انا هاخدك لما نروح هنشوف على الطبيعه احسن، لان انا طبعا الوصف برضو ممكن معرفش اوصف كويس، فمعلش تعالى نبص بصه مجمل يعني الشقه ممتازه والتصميم والتقسيم. تحاول تهرب منه كل ما يسالك عن تفصيله على قد ما تقدر، مهمه جدا الموضوع ده، ما تخليهوش يعرف كل حاجه. في ناس بتحط لينك للفيديو بتاع الشقه في الاعلان بتاعها وده غلط يعني. حتى لو سأل مثلا المطبخ مفتوح ولا مقفول، دي بتفرق كتير مع ناس خصوصا مع الستات الزوجة يعني، بتفرق معاها جدا. فهو ممكن يكون بيسأل ناس سألاه وقالت له لو المطبخ مش مفتوح مثلا يبقى مش عايزاه، فانت ممكن تقول له هو المطبخ مقفول لكن الحيطة دي حيطة بتتشال، الحيطة صغيرة وممكن تتشال مفيش مشكلة، المطبخ دي سهلة، أمره سهل، مش مطبخ كله حيطان يعني. لا انا مطبخ فيه شباك كبير وفي بس في حته جنب الشباك دي سهله ممكن تتشال، ما هيش مش عمود يعني، فممكن يتعمل مفتوح. قال لك انا عايزه مقفول هو مفتوح، تقول له عادي بيتقفل جيبسون بورد وبيتقفل. ولو حتى قال لك الشقه دي مثلا لا انا مش عايز المفتوح، خلاص دي مفتوح انا عندي غيرها يعني، المطبخ مفتوح وانت عايز مقفول، لا انا عندي غيرها مقفول، افرجك على المقفول، انت المفروض يكون عندك كتير. فانت ما تخليهوش يهرب منك بانه يطلب منك طلب فانت تقول له لا ده مش زي ما انت عايز، فيقول لك خلاص طب شكرا، لا انا كنت فاكرها كده، خلاص شكرا، لا شكرا ايه؟ ده انت صدقت انه اتكلم.
هو يقول لك اي حاجه عندي غيرها، حتى لو مش عندك تروح تاخدها من وسيط تاني. تقول له لا اذا كان على دي اللي في الاعلان دي مش مشكله، دي واحده كده من اللي عندي، انا عندي خمس ست وحدات تانيين، في منهم بمطابق مقفوله في منهم مطابق مفتوحه، هفرجك على كله، ممكن تبص، ممكن حاجه تعجبك تقفل مطبخها، تدور انك تحل له المشكله اللي بيتكلم فيها. لكن مش مجرد ان هو يقول لك في بدايه المكالمه هي الشقه دي مطبخها مفتوح ولا مفتوح، وانت قايله مقفول، يقول لك لا لا خلاص انا كنت بدور على حاجه مفتوحه شكرا. اوعى تسيبه يمشي، لازم تخليه مكمل. عندك مش عندك تجيب، تظبط معاه ميعاد بعديها بيومين ولا حاجه، ابعد الميعاد شويه، تكون لميت خمس ست شقق بالطلبات اللي هو طالبها وكانها من عندك. لكن اوعى اوعى يقفل معاك علشان لقى ان في حاجه في الشقه اللي بيكلمك عليها، وانت قلت له حاجه عكس اللي هو عايزه، وقال لك شكرا وقلت له طب وسبته يقفل. انت كده مش بياع، انت كده مش بياع، انت كده مش بتبيع، انت كده واحد بيرد على التليفون، انت كده بالظبط اوبريتر. عارف يعني ايه اوبريتر؟ يعني زي السكرتيره اللي قاعده بره عندك في الشركه، ردت على الزبون سالها السؤال فردت عليه، دي مش بياعة. هو بيسأل سؤال هي بترد، ما لهاش دعوة. أنت زيك زيها، أنت بقيتش بياعة. هنتكلم في الموضوع ده في الفيديو الجاي. فأنت كده غطيت كل الأسئلة، وزي ما قلت برضو في الفيديو اللي فات، لو في حاجة تانية أنت شايفها ممكن تضيفها، أو ممكن برضو تعلق وتكتبها يستفيد منها الباقي. لكن دي كانت النقاط المهمة اللي لازم كل وسيط يسألها للشاري، وقلنا قبل كده اللي يسألها للبايع. فما تنسوش، وزي ما قلت قبل كده، انك ما تتكلمش مع العميل بطريقه استجوابيه، ما تتكلمش مع العميل كانه استجواب، تتكلم مع العميل تاخد وتدي معاه، تاخد الاجابه منه وتعلق عليها وتبين اهتمامك وتبين فضولك. ما يبقاش تاخد الاجابه وتسال اسئله، تاخد اجابه وتسال سؤال، تاخد اجابه وتسال سؤال، ابعد عن الموضوع ده تماما. تمام؟ وطبعا اتمنى لكم التوفيق، واشوفكم في الفيديو الجاي. ما تنسوش طبعا سبسكرايب، لايك، شير لو تحب، تفعيل الجرس، وتبعت اللينك لأصدقائك، أي حد بيشتغل في المجال، وأشوفكم على خير.